مساء الخير، أبدأ سيد مساء الكريم من الاشتباكات المستمرة داخل الفرقة السابعة، الاشتباكات المستمرة داخل الفرقة السابعة عشر إلى الآن منذ إعلان 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 بدء عملية تحرير هذه الفرقة التي هي محاصرة منذ ثلاثة شهور، ما يقارب هذه المدة نعم تقريبا. وحركة أحرار الشام الإسلامية بالتعاون مع جبهة النصرة وعدة ألوية متواجدة داخل هذه المدينة المحررة يحاصرون هذه الفرقة ويتقدمون لاقتحام بالكامل وتحريرها بالكامل، حيث استطاعوا تحرير ما يقارب 3 كيلومترات داخل هذه الفرقة، وكنا فيها منذ عدة أيام، وكانت مسافة سيرنا داخل هذه الفرقة ما يقارب 3 كيلومترات والنصف، هي محررة بالكامل، وما بقي منها هي مئات بضعة مئات من الأمتار تمركز فيها من بقي من جنود الأسد وتراجعوا واختبأوا داخلها، ولكن التقدم الآن والتركيز على قيادة الفرقة 17 التي يتمركز فيها أغلب الضباط ذوات الرتب العالية. نعم. ومنذ يوم الأمس كان هناك عملية نوعية قاموا بتدمير المدفع 23 الذي كان يسطو عليهم إلى مسافات بعيدة داخل هذه الفرقة للنظام، وتدمير أيضا دبابة T-62 أيضا داخل هذه الفرقة، واستطاع الثوار التقدم داخل بناء القيادة من الجهة الغربية والاستيلاء على مستودعين للذخيرة منذ 3 أيام إن شاء الله. التقدم موجود إلى الآن، ولكن الذي يؤخر الخلاص من هذه الفرقة بالكامل هو الغارات المكثفة والكثيرة على نعم هذه الفرقة من مطار الطبق العسكري، حيث يكون هناك غارات ما يقارب 8 إلى 9 غارات يوميا، وما عدا المساعدات والمؤن والغذاء والذخيرة التي تلقى من الطيران الحربي والمروحي باتجاه قوات النظام المتواجدة والمتمركزة بالجزء الذي لم يحرر إلى الآن. نعم. ومطار الطبق العسكري، بالنسبة لمطار الطبق العسكري أبو بكر، الثوار قاموا فيه يوم. قبل أن أنتقل إلى مطار الطبق العسكري، أهمية الفرقة 17 في مدينة الرقة. الفرقة 17 تعد هي الفرقة الوحيدة في هذه المنطقة الشرقية بالكامل، حيث أنها لا توجد أي فرقة متواجدة في هذه المنطقة سوى الفرقة 17 في محافظة الرقة، وهي الفرقة تمتد من مسافة المسكنة قبل حلب إلى الحسكة، هي الفرقة الوحيدة في هذه المنطقة، وتعتبر هي شريان الأمان لهذه المنطقة في للنظام. ولكن بعد تحرير هذه المحافظة، محافظة الرقة بالكامل، نعم، ما تبقى من شرذمات النظام في اللواء 93 والفرقة 17 ومطار الطبق العسكري، لا بد أن يكتمل التحرير بتحرير هذه المناطق المتبقية، والبدء كان في الفرقة 17 لأنها هي الأقوى والأكبر والأشمل في هذه الأماكن التي لم تحرر، بمساندة اللواء 93 القريب منها، ومساندة مطار الطبق العسكري أيضا الذي يقوم بالحماية لقوات النظام المتواجدون داخل هذه الفرقة. وتحتوي الفرقة على ضباط رفيعة وعالية عالية الرتب كلواء، هناك عدة ضباط برتبة لواء وعمداء، وكل من فر من الأمن والقوات الأخرى التي كانت داخل مدينة الرقة عند تحريرها لجأوا إلى نعم داخل الفرقة 17 وتمركزوا فيها، وهذا ما جعل قوتها أكبر، وطرق الإمداد التي كانت مفتوحة بينها وبين اللواء 93 نعم والطائرات اليوشن التي كانت تنزل الذخيرة والمعدات في مطار الطبق العسكري وتنقل إلى الفرقة 17، كل هذا ساعد على تأخير تحرير هذه الفرقة واشتداد قوتها، ولكن الآن ما بقي منها هي يعني بضعة مئات من الأمتار، وإن شاء الله سوف يكون التحرير خلال الأيام القادمة كما وعدنا فيها بهذا الوعد من قبل الثوار المرابطون نعم أبو داخل بكر، الفرقة. في حال تم تحرير الفرقة 17 من قبل الجيش الحر، هل سيتجه الجيش الحر مباشرة إلى مطار الطبق العسكري؟ وما الذي يحدث هناك؟ هل هذا المطار محاصر من قبل الجيش الحر أم ماذا؟ نعم، الثوار سوف يتجهون إلى مطار الطبق العسكري بعد تحرير الفرقة إن شاء الله مباشرة، لأن هذا المطار إن لم يحرر سوف يكون هناك اللواء 93، إن حوصر اللواء 93 ستكون هناك مساندة من الطيران الحربي والمروحي ويصعب التحرير عليه، ولكن إن حرر مطار العسكري سوف يكون سهولة في تحرير اللواء 93 وأيضا تحرير عدة مطارات متواجدة في حلب، حيث يقوم النظام بمطار الطبق العسكري مساندة عناصر النظام المتواجدون داخل مطار كويرس مثلا ومطار الدير أيضا، يعني نعم الغارات تخرج من مطار الطبق إلى الدير وإلى حلب وتساند النظام أشكر. في هذه المعارك ضد الثوار.
أشكرك جزيل الشكر أبو بكر عضو شبكة شام، كنت معنا من مدينة الرقة.